تحت شعار مولد الرسول وحدة الأمة وأمل الإنسانية، وبمناسبة الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف، انطلق معرض من وحي النبوة في منطقة الأعظمية بحلب، والذي يعكس بعض ما مر به النبي الكريم في حياته للجمهور عبر أساليب العرض الحديثة المتبعة، منها الهولوغرام والإسقاط على المجسمات والعرض التفاعلي، إضافة لبعض المجسمات عن الآثار النبوية الشريفة. كل سنة منقيم نحن احتفالاً بذكرى مولد رسول الإنسانية محمد، ونقوم على شرح أجزاء من السيرة النبوية الشريفة بشكل استعراضي، شكل حديث، تقنيات حديثة مثل تقنية الواقع المعزز والهولوغرام والعرض السينمائي. طبعاً الغاية والهدف هي إرجاع الناس إلى هذه الشخصية وإلى الروحانية، ولكي تتلقى منها المحبة وتتلقى منها الأخلاق الكريمة. زوار المعرض عبروا عن إعجابهم بما شاهدوه من أشكال تمثيلية لمدينة النبي وعروض مميزة جعلتهم يستذكرون حياة رسول الإنسانية وبساطتها، ما يعكس أخلاق النبي الكريم. تحس حالك واقعي ضمن زمن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، والتقنية المستخدمة فيها يعني التكنولوجيا العصر داخلي في زمن الرسول. عم بذكرنا أيام يعني الآثارات الرسول عليه الصلاة والسلام، وكله شيء حديث وكويس. حسينا كأني لحنا عم نواكب هداك العصر بالمجسمات اللي شفناها والفيديوهات والعروض، أنه يعطيهم العافية كتير القائمين على هذا العمل، وعمل جدا ناجح. يهدف المنظمون على المعرض الذي يقام بشكل سنوي ويستمر لمدة شهر كامل إلى استذكار بعض خصال النبي الكريم الذي كان همه المساواة بين الجميع وخدمة أمته، نظرا للحاجة الملحة للتعلم منه وخاصة في ظل الظروف الحالية. مصطفى كوسى، الإخبارية السورية، حلب.